السلام عليكم. الله يجعلكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، وليه الله يهز علينا هذا الوباء ونوليو لعيشنا الطبيعيه ان شاء الله. نخرجوا ونسافروا ونتلاقاو مع الاحباب والاصدقاء يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الطاجين ان شاء الله الحيمه اللي عندكم كما بغات تكون، وجلبان والبصله الصغيره، هذيك البصله الصغيره كاتبه حكا في واحد الباني، والبزار والملح والثوم، تقريبا كاس الا ربع ديال الماء ولا كاس باش نمرقو، والزيت باش نقليو. الله نبداو على بركه الله. دير الطاجين يسخن، هو كبو فوقو الزيت صغير باش يطيب دغيا. اي نوع اللحم ديرو، ولا بيبي ولا بيبي كيبغي العطريه بزاف، هذا اللحم الغلمي ما كيبغيش العطريه، اللحم الغلمي كيما درتي له تسلقيه غير في الماء يجي البيض، يمكن الحكم ديك الشحمه اللي فيه ولا ما نعرف. صافي هكا حتى نقول لك كامل كامل عندنا. الريحة طالعة عافية مهيلة، دايما الطاجين كيبغي العافية مهيلة، ودايرين ديك الحديدة اللي هاد الحديدة اللي دايرة مكان دابا كي قلبنا هكا نلقى هاد القلبة الأولى، نديرو الثوم ونزيدو الملح، فوق الملح نحطو الجبال والفول، دابا قلبنا اللحم غيكمل التقليه ديالو في هذيك داك التحت ديالو غيكمل هذا التقليه، ونزيدو البصله ديالنا البصله الصغيره نديرو فوق منو فوق منو اخر مرحله البصله. صافي ونغطيوه، نجيبو نغطى صافي ونغطيوه
ونخليوه ومره مره نطلعوا عليه، عاد نزيدوا الماء شويه، عاد نزيدوا الماء. بدا يطلق الماء ديال اللحم فيه الماء، والبصل حتى هي فيها الماء، وبدا يطلق الماء. الماء راني باقي ما زدت والو، حنا زدنا هذيك المويها كنشف نحطو دابا طبعا على خاطرو. هانتوما مادامو يديرو نتوما ديرو هاك، راه طاب غير هاك باش ما يلصقش من قبيله. وانا كندير هاد هادي بغيت نفكركم بها، حيت واخا يتحرك ما كاين حتى حاجه اللي غتكسر. نغطو عليه يزيد يطاب مزيان، نزيد شويه تحمر. صافي طاب، طاب مزيان، جديد 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 جديد. هاد البصله هي لذيذة، عاد زيد اللحم، عاد زيدو اللحم الخروف، عاد الجلبان. غير تبعوه جربوه ما غاديش تندموا. ومع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله. هذا هو الطوجين ديالنا، فيديو اخر ان شاء الله.